كان بيتفرج على ماتش كوره. فيعني ازاي بقى فريق 11 و11 يوصلوا الى 1-1؟ فكان قبل كده في شوق بقى، كان في 22 واحد بيجري في الارض. فده اللي تقوله لما يكون بيتفرج، وتمت تصفيتهم الجوله الاولى والجوله الثانيه بيتفرج على ملعب كوره. لكن تتكلم على اثنين بيرشحوا لصعود الرؤساء، هو ده المنطقي، هم عندهم ده المنطقي. اما التشويق بتاعهم بقى وجهه نظرهم انه يا ترى هيبقى هو قاعد قدام التلفزيون ومعاه بيبسي وفشار كان مبسوط اكتر يا عم؟ يعني مش تشويق ايه لا، وهم عندهم كمان في امريكا هم اثنين حزبين فقط هم اللي موجودين، يعني الديمقراطي والجمهوري، وبالتالي هم بيوجهوا اختيارات الناخبين ما بين هذين الحزبين فقط، وفي النهايه الاثنين بينفذوا نفس السياسه. يعني هو الكلام كده تحس انه في واحد يعني ما كانش البيبسي ساقع شويه. نعم مبسوط. طيب رؤيه حضرتك ايضا لمشهد الانتخابي النهارده، خصوصا ان هناك نفي لان هيبقى في يوم ثالث للتصويت، وبالتالي الفرصه الاخيره هي اليوم. تتوقع مشاركه المصريين تكون ازاي؟ والنهارده عطله رسميه، اللي ما نزلش امبارح ممكن يبقى احتمالات نزوله النهارده تبقى عامله ازاي؟ العدد الاكبر هو اللي كسلان، ده من معرفتي بيهم، معرفتي في الشباب في الجامعه، قرايب، معارف، جيران. فاللي ما راحش هو اللي كسل المره دي عشان الحر والشغل وما لحقش يرجع والكلام ده. ولكن اللي انا متصوره انه ربما فكرة الأجازة ده هي تشجعه، لا انزل وخلي عندك حب لنفسك ولبلدك. يعني أنا متوقعش إن في حاجة اسمها الانتماء، إنك تحب بلدك وتكره نفسك. لا، أنت بتحب بلدك لأنك بتحب نفسك، لأن بلدك بتحترمك وأنت بتحترم نفسك. فمتهيألي طيب النهاردة هيزيدوا. أخيرا يا دكتور، شايف الأداء الإعلامي هل بيساعد على نزول الناخبين أم إنه بيساعدهم على العكس؟ يعني ساعات الإنسان بتبقى عنده ردة فعل عكسية لما يلاقي كل الناس بتقول له انزل انزل شارك شارك، يعني شايف الوضع النفسي إزاي؟ والله أنا شايف إنه إيه هو التحفيز؟ يعني أي حد في الدنيا عايز إنه يحفز علشان ينزل ويكسر الكسل. نعم. لأن أنا مش شايف إن هو متخاذل عن حب بلده، لكن كسلان. نعم. شكرا لك دكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر. ومشاهدينا نتحول لمتابعة لآخر تطورات المشهد الانتخابي في مصر، وموجز لآخر الأخبار مع زميل أيمن السيد.